الحلقة اليوم سميتو حكيم من مدينة الدار البيضاء والأصل ديالو سوسي من تافراوت ودوز بزاف من حياته في إسبانيا. خذ الإجازة ديالو في الدراسات الإسلامية. في البداية ديالو كان تيغني الأمداح والطرب والأغاني الصوفية، ومن بعد كان شارك في واحد المسابقة من تنظيم جمعية أبي رقراق اللي خذ فيها الجائزة الأولى، ومن ثم جاته الفرصة أنه يشارك في واحد المهرجان في إسبانيا، وتما انطلقت المسيرة الاحترافية ديالو. ولا كيدرس الإسبانية في الصباح والموسيقى في الليل، وتعلم العزف على البيانو والجيتار. شارك أيضا في الكورال، في الأوبرا والغناء الكلاسيكي، وبدأ يغني في المطاعم. وأول ألبوم ديالو كانت اقترحته عليه واحد الشركة، واللي خرج في 1998 ولقى نجاح كبير واتبعت منه أعداد كثيرة. ومن بعد دار 9 ديال الألبومات، وكل ألبوم فيه 12 أغنية. ومن أشهر الديو اللي دار مع الفنانة الكبيرة إيزابيل بانتوخا، وفي سنة 2000 خدا وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، وهو اليوم معنا في برنامج مساء النور يا مغرب. الحصول ما عندي ما نقول. حكيم مرحبا بك. حكيم يا حكيم، فين غبرتي؟ مشيتي باش تغني في واحد الصرف اسبانيا اليوم العالمي لحقوق المرأة؟ تمام. شدو عليك مشيتي غبرتي كذا؟ كي عشتي هذاك الوقيته هذه؟ شوية صعيبة. بدا فرحان بهاد الوجوه الجميلة اللي قدامي. مشيت لو 10 مارس، هذاك عيد المرأة كيتعمل في لو 13، ماشي لو 8. كيتعملوا القنصلية ديال طراغونا لو 13، لو 10 وقع هادشي ديال بقينا تما، بقيت في الدار ديال القنصل.